من ضاق به الأمر. إلى كل أب، إلى كل أم، إلى كل فتاة فقدت جمالها، إلى كل شاب فقد قوته، إلى كل إنسان غريب في أرضه، إلى أم الغالية التي لم أراها لأكثر من 12 عاما، وأخيرا إلى مصر الحبيبة، أهدي كتابي الأول سيعود بقوة أعظم، مراجعة وتقديم مياهة الحبر الجليل أندى يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.